وإلى هذا الخبر العاجل، حيث أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صافرة الإنذار من الغارات الجوية دوت في مناطق مختلفة بوسط إسرائيل منها تل أبيب مع سماع ذوي انفجارات كبيرة بعد إطلاق صاروخ من اليمن واعتراضه. في تلك الأثناء أعلن مسؤول إسرائيلي أن نتنياهو عاد لإسرائيل وسيجري مشاورات أمنية في وقت لاحق من اليوم. وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن من جانبه عبر عن دعمه الكامل لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس. كما أكد أوستن أن واشنطن مستعدة لحماية القوات الأمريكية ومنشآتها في المنطقة، كما أنها ملتزمة بالدفاع عن إسرائيل. ونذكركم مشاهدينا بهذا الخبر العاجل، إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي صفارات الإنذار من الغارات الجوية التي دوت في مناطق مختلفة بوسط إسرائيل، من بين هذه المناطق تل أبيب، وذلك جاء مع سماع ذوي انفجارات كبيرة بعد إطلاق من اليمن صاروخ واعتراضه. وفي تلك الأثناء أعلن مسؤول إسرائيلي أن نتنياهو عاد لإسرائيل وسيجري مشاورات أمنية في وقت لاحق من اليوم. وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن من جهته عبر عن دعمه الكامل حق إسرائيل في الدفاع عن النفس. كما أكد أوستن أن واشنطن مستعدة لحماية القوات الأمريكية ومنشأتها في المنطقة وملتزمة بالدفاع عن إسرائيل.